مشاهدينا الكرام، وسعدتم صباحا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية، استقبل اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى وزير الشؤون الخارجية الدنماركي أندرس سام ويلسون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل. تعرف ولاية تبسة حركية كبيرة في مجال السكن، مجمعات سكنية بمختلف السياق روعية في إنجازها توفير المرافق المدرسية من خلال الحرص على تسليم 6 مجمعات مدرسية ثانويتين وثلاث متوسطات للدخول المدرسي 2018-2019. نبيل عثمانية. عبر ولاية تبسة مدن جديدة ترمي أطرافها لتحتضن قريباً مكتتبين انتظروا سنوات عديدة عجاف في قطاع السكن بالولاية. اليوم وبعد تحقيق الإنجازات كمًا، جاء التركيز على الكيف عبر توفير الهياكل القاعدية اللازمة في كل القطاعات، سيما فيما يخص المجمعات المدرسية. وهو ما هو مسجل الآن على مستوى الولاية، هناك 16 مجمع مدرسي، ثانويتين وثلاث متوسطات، وما هو مبرمج للاستلام وللاستغلال مع الدخول المدرسي 2018-2019. سنستلم إن شاء الله 6 مجمعات مدرسية، ثانويتين وثلاث متوسطات. هناك مجمعات تم إنجازها في إطار التراضي البسيط نظرا لاستعجال العملية. دونك هناك مجمعين في طور الانتهاء تشرف عليهم مديرية التجهيزات العمومية، ونحن بصدد الانطلاق أيضا في مجمعين في إطار التراضي البسيط تحت إشراف السيد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري. تعليمة الحكومة عبر وزارة السكن جاءت صارمة لإلحاق المجمعات السكنية الجديدة بمجمعات مدرسية وبمعايير راقية. انطلاق من 500 سكن لابد أن يكون الحي مجهز بكافة التجهيزات، خاصة في قطاع التربية، خاصة بالأخص في قطاع التربية. طبعا كي نقول قطاع التربية معاه كذلك قطاعات أخرى هامة جدا كما البريد والصحة، وحنا في ولايتنا رايحين نضيف جهد محلي، جهد محلي إضافة إلى ما تقوم به الدولة من إسداء لهذه التجهيزات. نضيف مثلا الحماية المدنية، ونضيف ربما حتى المقاييس الخاصة بالأوربانيزم كوميرسيال اللي هو العمران التجاري، باش ما يكونش فيه طبعا بور كلوستون سابا دي بيزي، أن يكون كان عايش وسط ربما المدينة بعدين ينتقل إلى طبعا الأقطاب ويلقى روحه يقطع مسافات من أجل قضاء حاجته الأساسية أو تدريس أبنائه أو حتى التكفل بطبعا حاجيات أخرى كما الخدمات الخاصة بالحياة اليومية للمواطن. إجراءات تفتح أفق دخول اجتماعي متوازن بعد الجهود المبذولة لتدارك التأخر المسجل في البرامج. بغرض إطلاع المواطنين على مختلف مهام ونشاطات وحدات القوات البحرية، نظمت بولاية أدرار أبواب مفتوحة مكنت الزوار من التعرف عن قرب عن مدى جاهزية القوات البحرية للدفاع عن الإقليم. بارزة جلامدة. نظمت قيادة القوات البحرية بولاية أدرار اليوم أبوابا مفتوحة بغرض إطلاع الجمهور على نشاطات مختلف وحداتها، وقد أعطى إشارة انطلاق هذه التظاهرة العقيد وهري عمارة قائد القطاع العسكري بأدرار الناحية العسكرية الثالثة. إن تنظيم هذه التظاهرة الإعلامية التي تريدها القيادة العليا همزة وصل بين المواطن والمؤسسة العسكرية، إنما هي فرصة للوقوف عن كتب عن مدى احترافية مؤسستنا، كفاءة أفرادها وإطاراتها، ونافذة على القوات البحرية على وجه الخصوص، والتي من خلالها يطلع المجتمع على القدرة على القفزة النوعية التي حققتها في مختلف الجوانب التنظيمية التكوينية والتسليحية. بغية التقرب عن كثب والتقرب أكثر من المواطن الجزائري، لا سيما سكان جنوبنا الكبير، وإعطاء صورة ونظرة شاملة وواضحة عن قواتنا البحرية. عروض مختلف العتاد من أجهزة للغطس وعتاد البحث والإنقاذ إلى مصلحة الهيدروغرافيا، إضافة إلى سرية المغاور البحرية التي أنشئت عام 2011، مكنت الزوار من الاطلاع عن قرب على مدى جاهزية القوات البحرية لأداء مهامها في الدفاع عن الإقليم.
نشوفوا الامكانيات نتاعهم، باسكو هنا قسم تيرمينال وشغل نشوفوا الاستطلاعات زعما تاعنا، نشوفوا زعما اذا نجموا ندخلوا لها. الدور تاع القوات البحريه واش يديروا في البحر واش يديروا في السفن تاعهم كيفاش يخدموا. في الماضي كنا نجهل يعني مهام هذه القوات، اليوم بافتتاح هذا المعرض يعني عرفنا امور كثيره. الابواب المفتوحه ستستمر 3 أيام لاستقبال الزوار. أكد مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد تريكي أمس في ندوة صحفية عرض خلالها حصيلة حوادث المرور ونشاط أمن الطرقات في 2017، أكد أنه قد تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 27.21% مقارنة ب 2016. لولا المجهودات المبذولة ولولا الوسائل البشرية والمادية خاصة منها التقنية التي سخرتها قيادة الدرك الوطني لمجابهة حوادث المرور، لوجدنا أنفسنا أمام أزيد من 57,000 حادث. إلا أن المجهودات المبذولة والوسائل المسخرة سمحت خلال سنة 2017 إلى تقليل هذا العدد وتخفيضه إلى 10,505 حادث. دوليا، تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، يتزامن هذا ودخول قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة مكونة من 46 شاحنة إلى الغوطة. المشهد السوري في تقرير فهدي يحيى. الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للمحاصرين في الغوطة الشرقية وصلت في ظل قصف مكثف. تقول تقارير إعلامية إنه متواصل لحد الساعة في قلب مدينة الغوطة وضواحيها. القافلة الأولى إذن وصلت إلى دوما ضامة 46 شاحنة محملة بأهم المواد الغذائية الضرورية والمواد الطبية، على أن تصل لاحقا قافلة ثانية إلى المنطقة. وقد استطاعت تلك القافلة الإنسانية عبور الغوطة الشرقية رغم كثافة القصف الذي يطالها منذ 18 فبراير الفارق. نتلقى عدة عراقيل لإيصال المساعدة الإنسانية لأن مدة 5 ساعات لا تكفي، وبالتالي نضطر إلى القيام بمفاوضات شاقة لتوصيل المساعدات من الساعة 12 إلى حدود 4 مساء، وذلك في ظل عدم احترام تطبيق وقف إطلاق النار. عدم احترام وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يطبق في 24 فبراير لا يزال مجسدا في الميدان. تقارير أمنية رسمية سورية أكدت أن الجيش السوري قد استعاد السيطرة على بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفي المقابل مواجهات شنتها المعارضة المسلحة مستهدفة نقاط محددة يتواجد فيها الجيش السوري بمحيط مدينة الغوطة. أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الإيطالية فوز حزب حركة 5 نجوم بنسبة 32.6% من الأصوات لمجلس النواب و 32.2% لمجلس الشيوخ، فيما لم يتخطى الحزب الديمقراطي حاجز 19% من أصوات الناخبين. وبهذا تكون حركة 5 نجوم أول قوة سياسية في البلاد، ما يخول لزعيمها تشكيل الحكومة المقبلة. بحث كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية مع وفد كوري جنوبي رفيع المستوى في بيونغ يونغ سبل تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية، فيما أشارت وسائل إعلام كورية شمالية إلى أن المحادثات مع الوفد الكوري الجنوبي وصلت إلى اتفاق مرضٍ. نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على لسان مساعد الأمين الأممي أن التطهير العرقي لأقلية الروهينجا المسلمة في بورما ما زال متواصلا من خلال حملة ترهيب وتجويع المدنيين لحملهم على الفرار إلى بنغلاديش، مضيفا أنه من المستحيل العودة إلى البلد في المستقبل القريب بسبب الاعتداءات المستمرة. طلب
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بزيادة حجم صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام في العالم ليصل إلى نصف مليار دولار أمريكي سنوياً. وقال غوتيريس أمام الجمعية العامة إن الفشل في إحراز تقدم في تمويل بناء السلام سيقوض جهودنا الرامية إلى إنقاذ الأرواح وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني أزمات، مؤكداً أن صندوق بمثابة أداة حاسمة لتجسيد السلام. في الرياضة، وتحسبا لذهاب الدور السادس عشر من مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يواجه اليوم ممثلو الجزائر الأول شباب بلوزداد نادي ناكانار ديف على ملعب 20 أوت بالعاصمة. ورقة في الموضوع لكريمي تعثمان. يجدد شباب الوزداد العهد مع المنافسة الإفريقية لتتواصل إذن المغامرة في كأس الكاف مع الدور السادس عشر، حيث يستضيف منافسا زامبيا سبق وأن واجه عديد الأندية الجزائرية وخسر نهائي كأس إفريقيا أمام شبيبة القبائل. إنه نادي كاناراي ديفيز الذي يقول عنه مدرب الشباب: فريق قوته كتجسد كذلك بانه كيسجل اهداف كثيره جدا. فريق عنده مهاجمين دوليين من الكونغو، عنده ظاهر ايسر في المستوى، عنده سبعه اللاعبين في المنتخب المحلي. فريق اللي اظن بانه اخر مشاركه شارك فيها كانت واحد الدوري بكينيا واللي حرز على اللقب، ولكن هذا كيبين بانه انا كل ما تكون الفرق كبيره أظن ما كنتخوفش منها أكثر، لأن عارف الفريق ديالنا كبيرة كذلك. أبناء العقيبة لا يريدون التنازل عن رهان التأهل إلى دور المجموعات رغم الوضع الصعب للفريق في بطولة هذا الموسم. سير أنا نعيشوا فترة صعبة شوية، إن شاء الله نخرجوا من السيتياسيون هذه باش نطلعوا الفريق، نظن ما يستاهلش يتواجد في المرتبة اللي راهي فيها. الضغط على البقاء والضغط على المباريات عنده عامل في نتائج هذو. ان شاء الله دوك عندنا احنا مباراه تاع كاس افريقيا، ان شاء الله نحقوا نتيجه ايجابيه. اصرار العناصر البلوزداديه ورغبتها في نسيان التعثر الاخير امام اولمبي المديه في البطوله، والرغبه ايضا في حضور جماهير قوي من شانه ان يصنع الفارق. ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة المباراة اليوم ابتداء من الساعة 5 مساء مباشرة عبر القناة الأرضية وكانال الجغلية. في رابطة أبطال إفريقيا ولحساب ذهاب الدور السادس عشر، يواجه فريق مولودية الجزائر فريق مونتاين أوف فاير النيجيري أمسية الأربعاء بداية من الساعة 4 مساء. أما ممثلو الجزائر الثاني في رابطة أبطال إفريقيا وفاق سطيف فيواجه غدا أيضا نادي أدوانا ستارز، المباراة مقررة ابتداء من الساعة 4 مساء. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم بخير.